إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخوتي في الله، معكم أخوكم مؤاد، مجموعة تربية الحسون والكناري بشكل احترافي. اليوم أنا في منطقة جميلة في تلمسان، ما شاء الله تحفة معمارية. تلمسان جميلة بالجزائر، مدينة جد هادئة، الله يبارك. شوفوا ما شاء الله الحمام، أهل الصحة متربيين، الهدوء، ما كانش اللي يديرونجيك، ما كانش اللي يزعجك. اللي يحب يرتاح من عقله يجي لهذه المنطقة أخوتي، يريح هنا في المسجد الكبير تلمسان، مثل ما ترون المسجد الكبير هنا، الله يبارك ما شاء الله. ما شاء الله اخوتي، تجي لهنا ترتاح بكل صراحة. الجزائر اخوتي، الجزائر بلد جميل، فيه ايجابيات بزاف. يلزم نبينوا للعالم هذه الايجابيات، نبينوا للعالم ان الجزائر مليحة، ماشي فقط السلبيات، ماشي فقط كما يقال. ربي يبارك، عندنا امور بزاف ملاح. كاين الناس هم يتمنوا هذا الامن وهذا الهدوء وهذه الطمأنينة وهذه الراحة. حنا ربي الحمد لله عطانا كامل هاد الصوالح، ربي يبارك ان شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله الاخر يعطيهم من القمح، ربي ان شاء الله يجعل في ميزان الحسنات. بارك الله فيك الاخ، الله يجازيك. ما شاء الله، فوالا قدامنا ما يهربوا ما والو، وهذا دليل على انه يعني تلمسان هنا الشعب هذا ما يأذيش. ان شاء الله ربي يبارك في الجميع. الله، هذو كان في دولة اخرى وكانوا مصيدوهم كاع. الله يبارك ما شاء الله. هذا هو جمال الجزائر، مدينة تلمسان، ربي يبارك ان شاء الله، وربي يحفظ جميع الاوطان تاع المسلمين. المسجد الكبير، شوفوا خوتي ما شاء الله، الانسان يقعد هنا كاع ما يمشيش، نهار كومبلي يقعد هنا يريح من عقلو. وهذا الفيديو غادي يعجب اصحاب الحمام اللي يحبوا الحمام، وانا واحد منهم، لاني بصغري ربيت الحمام بزاف، مده ربيته ممكن مده 8 سنوات ولا، ربيته هو والمقنين الامام ذكر الله، ربيت كلش، ربيت ايضا لاراس تاع الحمام، ماشي فقط هذا، يعني كنت نجيب لاراس، القيطانو، كنت نجيب جرانادينو، فولور، كروازي، إلى آخره. شو ما شاء الله، موسم التزاوج قرب تاع الحمام تاني، شكرا يعرش عليها، ربي يبارك. الحمام راه قريب، كان لي وضع العشاش تاعو في السطوح، لأنه خلاص الربيع راه يدخل، رغم أنه هاد الأيام الحال دار شوية قليلا، يعني بردت الدعوة، ولكن خلاص الربيع راه يدخل إن شاء الله. تشوفوا الذكور راه بدات تجهز ما شاء الله، تشوفوا الذكور تعرش على الإناث، ولكن الإناث مازال ما جهز نيشان، مازال حاسة بالبرد. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الذكور إن شاء الله راه جاهزة ما شاء الله، الذكور راه تعرش، ربي يبارك.
المهم خوتي اش نقول لكم، نتمنى ان شاء الله منكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش العالم كل شيء كله يشوف جمال الجزائر. فوالا ici c'est l'Amsterdam l'Algérie comme vous voyez ما شاء الله عظمة الخالق، ربي يبارك. حتى احنا بلادنا شابة، بلادنا ما يخصها والو، يخصها فقط رجال يقوموا بها، يخصها شباب يكونوا قدر المسؤولية. او الشباب هذوك حنا، هذوك حنا، حنا اللي يلزم حنا ان شاء الله نرفضوا المسؤولية تاع البلاد تاعنا ونخدموها كما ينبغي ونكونوا رجال. هذا ما كان، والتوفيق من عند الله عز وجل. الرزق اي حاجة تجي، تجيب بالاجتهاد، تجيب بالعمل الجاد، تجيب حسن التوكل وحسن الثقة بالله عز وجل. وسير فقط، سير سير برك، وربي هو اللي يوفق. خوتي خليكم في امان الله، ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو. ايا السلام عليكم، بغيت نبارطاجي معكم هاد اللحظات. انا كل مره نجي لهنا نرتاح، ولكن في كل مره ما ننسى نصور، ولكن اليوم قلت والله غير نصور خوتي، خليهم نبارطاجي معاهم حاجه مليحه نديرها في حياتي. هذه هي باش نقول لكم خوتي، ان شاء الله تلمسان تعجبكم، ومرحبا بكم في تلمسان، نرحب بالجميع بدون استثناء. ايا في امان الله، السلام عليكم خوتي، نهاركم مبروك ان شاء الله.